بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم آمين. كأنه في صدى. نعم، بس ما في إشكال إن شاء الله. بالأمس تحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى منطقة بني عمرو بن عوف، هذه هي المنطقة التي وصل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسألنا عدة أسئلة، لماذا مكث هنا صلى الله عليه وسلم 14 ليلة؟ الصوت مزعج ترى، التكرار. أي والله مزعج كثير، يعني بالأمس كان أحسن. الصلاة والسلام في بني عمرو بن عوف. والسؤال الأول، لماذا اختار بني عمرو بن عوف هذه المنطقة التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وجدنا من خلال دراسة أعداد المسلمين الذين أسلموا في بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية أن قبيلة بني عمرو بن عوف من أكثر القبائل التي انتشر فيها الإسلام، ولذلك قلنا أن المؤاخاة أيضا حصلت فيهم من أكثر القبائل، وسنتحدث إن شاء الله عن المؤاخاة في لوحة مستقلة، ونرى أعداد الذين أخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة في كل قبيلة من القبائل. فإذا أحد أهم أسباب اختياره عليه الصلاة والسلام هو كثرة المسلمين في هذه المنطقة. والسبب الآخر، قلنا بالأمس كم عدد السكان في المدينة لما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تقريبا حوالي 10,000. عدد المسلمين حوالي 10,200. فإذا العلاقة التي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الذين أسلموا علاقة واضحة ببيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، لكن ما هي العلاقة التي تربطه مع باقي سكان المدينة؟ لا يوجد علاقة، لا يوجد علاقة. فكان ينتظر هنا ليبني علاقة على أساس ما عليه الصلاة والسلام، وهذا ما سنوضحه بالسؤال الرابع، ماذا فعل عليه الصلاة والسلام هنا؟ أين نزل صلى الله عليه وسلم؟ نزل في دارين، استخدم دارين في منطقة بني عمرو بن عوف. الدار الأولى استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم هي دار كلثوم ابن الهدم، ونعلم مكان بيته على وجه اليقين، لأن هذا البيت بقيت آثاره إلى عام 1337 عندما دخل الملك عبد العزيز المدينة، كانت أطلال هذا البيت موجودة ومبني عليها قبة، وبعدها لما دخل الملك عبد العزيز المدينة هدمها وبنى عليها مدرسة، وتقع حاليا عند المئذنة الجنوبية الغربية لمسجد قباء، أمام المئذنة مباشرة. مسجد قباء له 4 مآذن، المئذنة الجنوبية الغربية
هناك كانت كان هذا البيت دار كلثوم. من هذا كلثوم؟ هو سيد بني عمرو بن عوف، ونزول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إكرام وتقدير لسيد هذه القبيلة، فكان هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعطي كل إنسان حقه عليه الصلاة والسلام. الدار الأخرى التي استخدمها الرسول صلى الله عليه وسلم تقع قريبة من دار كلثوم ابن الهدم، وهي دار سعد بن خيثمة، وأيضا نعلم داره على وجه اليقين لأنها كان مبني عليها قبة. ونشرت في المجموعة أو نشرنا في المجموعة الخاصة في الفيسبوك بالمشروع، وإن شاء الله ندلكم عليها في آخر الدورة، صور حقيقية لهذين البيتين. نحن لدينا أرشيف صور فيه آلاف الصور، منها صور لمعالم السيرة النبوية، فنشرنا صور هذين البيتين. ودار سعد لماذا كان يستقبل بها الوفود صلى الله عليه وسلم؟ لأنه كان أعزب، فكانت داره مفتوحة، فكان يبيت في دار كلثوم، ثم ينتقل في النهار أو كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام إلى دار سعد، وهي قريبة من دار كلثوم، فيستقبل الوفود التي كانت تأتي من الأوس والخزرج ومن غيرهم، فيسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفنا لماذا اختار بني عمرو بن عوف، وأين نزل في بني عمرو بن عوف، كم مكث هنا؟ وصل يوم الاثنين بالاتفاق، وغادرها يوم الجمعة بالاتفاق، لكن أي جمعة؟ ليست الأولى ولا الثانية، إما الثالثة وإما الرابعة حسب رواية البخاري. ومكث في بني عمرو بن عوف 14 ليلة عليه الصلاة والسلام، يعني معنى ذلك أنه جلس مدة طويلة عليه الصلاة والسلام هنا. لماذا مكث طويلا؟ قلنا لعدة أمور، ليبني المسجد، ليبحث عن اتفاقية عليه الصلاة والسلام، ليؤسس شيء في منطقة بني عمرو بن عوف. وبدأ صلى الله عليه وسلم بتأسيس صحيفة المدينة أو دستور المدينة أو وثيقة المدينة في منطقة بني عمرو بن عوف، وهذه الصحيفة لدينا الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأها هنا في بني عمرو بن عوف بالبند 26، فذكر وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، فذكر يهود بني عوف أول فرع من فروع اليهود الذين أسس معهم هذه الاتفاقية، ثم أدخل معهم غيرهم في هذه الاتفاقية. وهنا عليه الصلاة والسلام حسب ما ورد في الاتفاقية أرسى دعائم دولة القانون وأعطاهم استقلالية كاملة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهود دينهم، وهذا أمر هم طلبوه فأقرهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر ذلك المولى في كتابه بقوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، فأعطاهم الاستقلالية في حكمهم والرجوع إلى شريعتهم. وهذه نقطة مهمة جدا إخواني، يجب أن ننتبه إليها، وخاصة في الرد على المستشرقين في تعاملات رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء القبائل، أنه حاكمهم إلى شريعتهم ولم يحاكمهم إلى شريعتنا، وأنه وافق على ذلك بناء على طلبهم، هم أرادوا أن يتحاكموا إلى شريعتهم. فإذا نقطتان مهمتان جدا يجب الانتباه إليهما، أنه عليه الصلاة والسلام هم طلبوا منه أن يتحاكموا إلى شريعتهم فأقرهم، وأن كل الأحكام التي حصلت معهم مع بني قينقاع، مع بني النضير، مع بني قريظة وفق شريعتهم وليس وفق شريعتنا. في شريعتنا لا يوجد طرد من المكان،
بينما في شريعتهم من نقض العهد يطرد من المكان. ولو أنهم طلبوا أن يتحاكموا إلى شريعتنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لبقوا إلى يومنا الحالي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا من مكر الله لرسوله أنهم طلبوا أن يتحاكموا إلى شريعتهم فأقرهم صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا نقطة تلفت الانتباه، هنا وضعنا في هذه الخريطة أماكن القبائل التي وقعت هذه الاتفاقية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعنا باللون الأحمر توزعهم في أنحاء المدينة، فهم يغطون أعداد كبيرة كانت متناثرة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا سؤال، نحن نعرف يهود بني قينقاع، بني النضير، بني قريظة، ولكن من أين جاء يهود بني عوف ويهود بني النجار ويهود بني الحارث ويهود بني ساعدة؟ ولا يوجد ذكر هنا لبني قينقاع وبني النضير وبني قريظة. والجواب على هذا السؤال أن هذه بطون عربية تهودت. كيف تهودت؟ قلنا بالأمس أن المدينة عبارة عن كانت قيعان، وأن الحمى كانت تنتشر فيها، وأن الأوس والخزرج كان أولادهم يعانون من هذه الأمراض فيموتون، بينما هؤلاء القبائل بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة كانت لديهم الآطام فيعيش أبناؤهم في مناطق مرتفعة ولا يموتون. فقالوا: لما يعيش أبناؤكم ويموت أبناؤنا؟ فقالوا: ليس للموضوع علاقة بالأمراض وإنما بالدين، إذا أردتم أن يعيش أبناؤكم فهودوهم. فانطل الأمر على الأوس والخزرج فكانوا يعطونهم أبناءهم فيعيشون عندهم ويعلمونهم دينهم ويعيدوهم إليه. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة آلم الأنصار أن يكون أبناؤهم يهودا، فقالوا: يا رسول الله، ألا نلجئ أبناءنا للإسلام؟ فسكت صلى الله عليه وسلم. فنزل قول الله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وارجعوا إلى سبب نزول هذه الآية لتقفوا بالتفصيل على هذه الحادثة التي تعطينا جانبا مهما في تعامله صلى الله عليه وسلم مع أهل الكتاب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نشأت هنا بطون عربية تهودت وكانت موجودة قبل وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويهود بني عوف أول من وقع الاتفاقية، وكان يهود بني النجار بني الحارث بني ساعدة وبني جشم، ولكن لماذا لم يذكر بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة؟ لأنه ذكرهم بضمانة حلفائهم عليه الصلاة والسلام. يهود بني الأوس هم المقصود فيهم بني قريظة، ويهود بني جشم هم المقصود فيهم يهود الذين كانوا يحالفون الخزرج وهم بني قينقاع وبنو النضير، هما كانتا القبيلتان اللتين تعاقد كان العقد بينهما وبين الخزرج، فهنا ذكرهم بضمانة حلفائهم. فإذا هنا صحيفة المدينة الرسول صلى الله عليه وسلم أرسى فيها دعائم دولة القانون، وساوى فيها بين الناس بالحقوق والواجبات، وضع أسس المواطنة عليه الصلاة والسلام، بناء دولة القانون وأسس المواطنة وضمان الأمن ورعاية حقوق الإنسان، وأرسى التكافل الاجتماعي والمادي في النسيج المجتمع المدني مع قبائل أهل الكتاب. وهذه صفحة حضارية لم تصلها إلى الآن الحضارة الغربية، فهي إلى الآن لا تعطي المسلمين رغم أنه أعدادهم بالملايين حق التحاكم إلى شريعتهم في أحوالهم الشخصية، فما بالك في بقية الأمور. بينما في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى أهل الكتاب حق التحاكم إلى شريعتهم
في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدخلهم في بناء المجتمع، يعني كان لهم دور في التكافل المادي والاجتماعي بشكل كبير. ولذلك تعرفون الرواية الشهيرة لما ذهب إليهم يجمع الدية في بني النضير، بينما المسلمين إلى الآن في الغرب يعيشون على هامش الحياة ولا يسمح لهم بالمشاركة الفعلية الحقيقية، رغم أنهم كما قلت في بعض الدول بالملايين، وهناك محاولات لإذابة وإذابتهم وإدماجهم في المجتمعات لفقدانهم خصائص شخصيتهم. بينما هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاهم حق التحاكم إلى شريعتهم والاستقلالية الكاملة لليهود دينهم، وتم الاتفاق في المدينة على بناء المرجعية في كل أمور المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الضامن لتطبيق هذه الصحيفة، فصار كأنما هو رئيس الدولة في المجتمع المدني. ولكن هنا سؤال الحقيقة يفرض نفسه، ما دام المسلمين أقلية، كيف تلجئ الأقلية الأغلبية لتوقيع الاتفاقية؟ وكيف تخضع الأغلبية لرأي الأقلية؟ هذه نقطة مهمة. كيف حصل ذلك؟ يعني باعتبار قلنا أن المسلمين عددهم 1200، وعدد السكان الآن لدينا قسمين، يوجد لدينا بطون الأوس والخزرج حوالي 6000، وأعداد قبائل بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة حوالي 4000-4500، والمسلمين 1200. فكيف حصل ذلك؟ هذه نقطة يعني لابد من فهم. بالأمس ذكرت عن طريق انتشار الإسلام في المدينة أن مصعب بن عمير رضي الله عنه وابن أم مكتوم اللذين وصلا إلى المدينة قبل 3 سنوات ركزا على سادة الأوس والخزرج، على علية القوم، على الطبقة المؤثرة في المجتمع، فأسلم سادة الأوس والخزرج جميعا، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل كانت الطبقة العليا المؤثرة في المجتمع المدني كلها تقريبا دخلت في الإسلام، السادة كلهم تقريبا. ولذلك لما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف جاءه ممثلو الأغلبية يبايعونه عليه الصلاة والسلام، فلما رأت القبائل الأخرى أن ممثلي الأغلبية دانوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا إليه بشروطهم، يبايعونه بشروطهم. ولذلك هنا نشأت صحيفة المدينة وبدأت تتوالى. والحقيقة صحيفة المدينة هذه تحتاج إلى وقفات طويلة جدا ولها كتب كثيرة. أنا هنا وضعت لكم في المادة العلمية كتابين، آمل أن تقرؤوهما، ففيهما تفصيل طويل جدا، وهي تحتاج إلى وقفة قانونية ووقفة حضارية، لأن فيها رؤية حضارية من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بناء المجتمعات. واطلعت أخيرا على رسالة دكتوراه بعنوان صحيفة المدينة ومقارنتها بالدساتير الأمريكية والبريطانية والفرنسية، دراسة وثائقية قانونية. وهذه الرسالة طبعت في الكويت، ونشرت عنها أيضا تقريرا في صفحة السيرة في الفيسبوك. إن شاء الله لما تدخلون الصفحة ستشاهدون هذه الدراسة على وجه التفصيل، حوالي 900 صفحة درس الباحث فيها الأسس الدستورية والقانونية ومن الناحية الأسانيد لكل ما يتعلق بصحيفة المدينة. ولكن بما يتعلق هنا بهذه الدورة، الحقيقة أنا قدمت خلاصة لكن التفاصيل فيها كثيرة جدا، فآمل أن ترجعوا إليها إن شاء الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا إذن أسس دولة القانون ليبني رؤية مع بقية القبائل،
ثم أسس أو في فترة متزامنة أسس أول مسجد في الإسلام في هذه المنطقة وهو مسجد قباء، وهذا المسجد أثنى عليه الله سبحانه وتعالى بقوله: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، وأثنى على أهله: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وجعل له صلى الله عليه وسلم فضيلة ليست لمسجد في الدنيا، أنه من صلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة، وبه تؤدى إحدى السنن الخمسة التي لا تؤدى إلا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المدينة اختصت بخمس سنن لا تؤدى في الدنيا إلا بها، أحدها الصلاة في مسجد قباء. ومن وفائه صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي مسجد قباء كل يوم سبت، إما راكبا أو ماشيا، لا يترك ذلك في صيف أو شتاء عليه الصلاة والسلام. وصلى الله عليه وسلم بعد أن أسس أول مسجد في الإسلام، وبعد أن أرسى دولة القانون صلى الله عليه وسلم بصحيفة المدينة عليه الصلاة والسلام، تجمع الصحابة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وتحرك إلى اتجاه قلب المدينة، فوصل إلى هنا، مشي حوالي 400 متر فوقف هنا، وهنا صلى أول جمعة في الإسلام. قد يقول قائل: لماذا لم يصلي في قباء ويخرج؟ الآن أنت عليه الصلاة والسلام بدأ هنا، أسس أول مسجد، وأول مسجد شارك في بنائه، وأول مسجد صلى به، لماذا لم يصلي هنا ويخرج؟ ما دام أسس، يعني صار في شيء يستطيع أن يصلي به المسلمون. وهنا لفتة مهمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أعطى الأوس شرف أول مسجد في الإسلام، أعطى الخزرج فضل وشرف أول جمعة في الإسلام. ونعلم عين المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عمر بن عبد العزيز تتبع الأماكن التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنى فيها مساجد عمرية توثيقا من أجل المحافظة على هذه الأماكن لمعرفتها. وهذا المسجد معروف في المدينة بمسجد الجمعة في هذا المكان، ويوجد في المدينة وفي مكة وفي ما بينهما بالطريق من مكة إلى المدينة ومن المدينة إلى تبوك عشرات المساجد التي تعرف بالمساجد العمرية، التي وضعها عمر رضي الله عنه ليوثق لنا الأماكن التي صح أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف فيها. المسافة من هنا إلى قلب المدينة، هنا المنطقة التي بركت فيها الناقة، من هنا إلى قلب المدينة حوالي 5 كيلومتر، يقطعها الإنسان بساعة تقريبا أو بساعة ونصف أو بساعتين، ولكن الروايات تبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل في اليوم التالي عليه الصلاة والسلام. يعني من هنا تحرك بعد الظهر، فما وصل إلى هنا إلا في اليوم التالي، يعني أكثر من 20 ساعة. فلماذا حصل ذلك؟ وهنا أيضا لمسة مهمة تبين مدى عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمشاعر والتقدير، ليس فقط الأوس والخزرج وإنما كل القبائل، فكانت كل قبيلة تخرج برجالها ونسائها وبلدانها وتضرب الدفوف فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أنهم لم يكونوا جميعا مسلمين، وكانت كل قبيلة تطمع أن يكون عندها المنزل، فكانوا يقولون: هلم يا رسول الله إلينا، هلم إلى العدد، هلم إلى العدة، هلم إلى المنعة. فينزل إليهم صلى الله عليه وسلم
ويبين لهم مبادئ عظيمة إنسانية كان يرددها صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام. هذه كلها ثلاثة مبادئ عامة إنسانية. وصلوا بالليل والناس قيام، هذه للمسلمين، تدخل الجنة بسلام. فإذا كان خطابه خطاب إنساني عليه الصلاة والسلام، يركز فيه على المبادئ العامة لبناء المجتمع عليه الصلاة والسلام، فتكون كل قبيلة كانت تتسابق إلى ذلك حتى وصل إلى هنا، هذا المكان الذي اختاره الله لرسوله في وسط المدينة، وهنا بركت ناقته صلى الله عليه وسلم، وأسرع أبو أيوب فحمل رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه إلى بيته، وكان قريبا، فسأل صلى الله عليه وسلم عن رحله، فقالوا: أخذه أبو أيوب. فقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع رحله. ونزل في دار أبي أيوب رضي الله عنه، وهذه هنا أيضا دار أبي أيوب، ونعلم مكانها عين المكان، نعلمه لأنه بقيت آثار هذا البيت حتى عام 1415 هجرية، يعني حتى قبل 25 سنة كانت موجودة، وبني على جزء منها مكتبة عارف حكمة قبل توسعة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هناك قطعة رخام موجودة مكتوب عليها: هنا بيت الصحابي أبو أيوب الأنصاري، وهي أمام القبة الخضراء، هنا مكان القبة الخضراء 15 مترا. فنعلم عين المكان الذي نزل به النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. ودار أبو أيوب كانت من دورين، طبعا ليس دورين كاملين، وإنما دور أول كامل وعلية مرتفعة قليلا، يعني كأنما طابقين. فأراد أبو أيوب رضي الله عنه أن ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدور العلوي، فقال له عليه الصلاة والسلام، أو كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام: الأسفل أرفق لنا، السفل أرفق لنا أي أسهل لنا بالدخول والخروج. فنزل في الدور الأسفل، وكان بمفرده صلى الله عليه وسلم، كانت زوجته سودة لم تلحق به، كان عنده زوجة سودة بنت زمعة رضي الله عنه، ونزل في الدور الأسفل صلى الله عليه وسلم. وتعرفون الرواية الشهيرة: لما أبو أيوب رضي الله عنه انسكب الماء في بيته، فقام يضع ثيابه وملابسه لئلا يصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فيه أذى، ومكث في داره 7 أشهر إلى المرحلة التي بنى فيها بيته صلى الله عليه وسلم، بيت زوجته سودة. وإن شاء الله سنتحدث عن أمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن استطراد خفيف: سودة رضي الله عنها، هذه بعد أن توفيت خديجة رضي الله عنها تزوج سودة، وعليه الصلاة والسلام 30 سنة زوجة واحدة، 25 سنة خديجة زوجة واحدة، ولما توفيت سودة بقيت زوجة واحدة 5 سنوات رضي الله عنها، ولم يعدد إلا في فترة قصيرة، 5 سنوات فقط عليه الصلاة والسلام هي فترة التعدد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا الأغلب في حياته زوجة واحدة صلى الله عليه وسلم. في اليوم التالي لوصوله صلى الله عليه وسلم سأل عن هذه الأرض التي بركت فيها الناقة واختارها الله لرسوله. الله سبحانه وتعالى اختار لرسوله مكان بناء المسجد، كما اختار لإبراهيم عليه الصلاة والسلام مكان بناء البيت الحرام. فسأل عن هذه الأرض فقالوا: هي ليتيمين
فطلب شراءها فأبوا أن يبيعوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرادوا أن يعطوه إياها هبة، فأبى أن يأخذها إلا شراء، ودفع ثمنها أبو بكر رضي الله عنه 10 دنانير ذهبية. وبدأ صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي بناء المسجد. يعني ما قال نحن أمام رحلة طويلة وكنا في تعب ونرتاح لنا كم شهر، عليه الصلاة والسلام بدأ في اليوم التالي. وهنا نقطة مهمة جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصحابة في منطقة قباء يعملون في مشروع، هو أسس المسجد هناك، ثم جاء إلى هنا وبدأ في تأسيس المسجد. درسنا في المرحلة المدنية 10 سنوات، وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنوات العشر دائما الهدف واضح عنده ومتجدد، ودائما يجمع الصحابة على مشاريع، لا يترك الصحابة بدون هدف، ولذلك لا يوجد لحظة فراغ في المجتمع المدني في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دائما مشاريع إما مكانية مادية أو مشاريع في بناء الإنسان، محور بناء الإنسان في السيرة النبوية كلها عليه الصلاة والسلام، وسنجد تطبيقات ذلك إن شاء الله بعد أن انتهى من المكان، بدأ ببناء الإنسان صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذه النقطة مهمة في إدارة الجمعيات والمجتمعات والأمم، وخاصة في الغربة في هذه الأوطان. يعني كثير من الإخوة عندما يبنون المساجد أو يقومون ببناء المسجد يقولون الجمعية كانت في مرحلة بناء المسجد، الكل يعمل، الكل نشيط، الكل يساهم، فما بالنا بعد أن انتهينا من بناء المسجد دب الخلاف بيننا. وهنا طبعا لأننا وصلنا إلى نقطة فراغ، بينما الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك الصحابة في نقطة بدون هدف، دائما يحشد عليه الصلاة والسلام الصحابة إلى أهداف. وعليه الصلاة والسلام هنا الصحابة في هذه المنطقة أسسوا ورشة لصناعة اللبن قرب البقيع، وبدأوا هناك يصنعون اللبن بالطين ويدقونه يخلطونه بسعف النخيل ليترابط، ويتركونه ليجف، ثم كانوا ينقلونه إلى منطقة المسجد، وحفروا أساسا وضعوا فيه حجارة ثم ارتفعوا بها، ثم بعد ذلك بنوه باللبن. وخط لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد من الشمال إلى الجنوب 70 ذراعا، ومن الشرق إلى الغرب 60 ذراعا، يعني تقريبا 40 متر في 35 متر، تقريبا 32 متر. وكانوا ينشدون وهم يعملون: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، أو في رواية: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجر، أو فاغفر للأنصار والمهاجر، ورد عدة روايات. وكان يعمل معهم صلى الله عليه وسلم ويحمل اللبن على بطنه عليه الصلاة والسلام، وجعلوا له 3 أبواب، واستغرق البناء 7 أشهر، وكانت القبلة إلى بيت المقدس. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه جعل بيته آخر المسجد، ولم يكن لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة حياته مآذن، ما كان في مآذن ولا قبة ولا محراب ولا منبر حتى السنة 7، وكانت القبلة كما ذكرت إلى بيت المقدس، ولم يكن فيه أذان في الفترة الأولى. كل ذلك لئلا يستفز أهل الكتاب عليه الصلاة والسلام، ومحاولة استمالة قلوبهم حتى فهموا الأمر
معكوسا فقالوا لو لم نكن على الحق لما صليتم إلى قبلتنا. فعندها صار ينظر في السماء كما ورد في الآية القرآنية، يتطلع إلى أمر الله أن يحول الله له القبلة، فنزلت الآية بتحويل القبلة أو الآيات بتحويل القبلة. بدأت من قول الله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة، كان تحويل القبلة حدث كبير، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة نرضاها ولا ترضاها؟ ترضاها. فانظروا إلى مقامه عند الله أن الله يولينا إلى قبلة يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرص عليها. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا هنا لما بنوا المسجد، جعلوا له 3 صفوف لما كان إلى بيت المقدس، وكل صف فيه 6 أعمدة، 3 صفوف ب6 أعمدة، فنقلوا صفين وتركوا الصف الثالث، نقلوا صفين من الأعمدة مع سقفها وأغلقوا هنا الباب، وتركوا هذا المكان هنا إن شاء الله كما سيظهر معنا في اللوحة الأخرى، تركوا هذا المكان هنا هنا. هذا المخطط يبين لنا تفاصيل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه إلى يومنا الحالي دراسة كبيرة. نقلوا هنا هذا الجزء إلى الأمام وتركوا هذا المكان هنا لأول جمعية خيرية، أصل العمل الخيري في الإسلام أهل الصفة، فهنا كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقل الله له القبلة إلى جوار بيته صلى الله عليه وسلم، وصار هذا الجزء روضة من رياض الجنة كما يظهر معنا هنا في هذه اللوحة التي تبين تفاصيل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نقل القبلة إلى جهة الجنوب. فترك له هذا المكان هنا، نعم هنا أصبح هذا المسجد وهنا انتقلت القبلة، وترك هذا المكان لأهل الصفة الذين إن شاء الله سنتحدث عنهم بعد ذلك بالتفصيل، لكن أترك المجال، نحن اتفقنا 50 دقيقة ونترك المجال 10 دقائق أو 5 دقائق للأسئلة حتى لا تتداخل الموضوعات، ونكمل إن شاء الله الحديث بعد ذلك عن أهل الصفة وماذا فعل صلى الله عليه وسلم بعد الأسئلة لمدة 10 دقائق إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لكن نبدأ بأسئلة الأخوات لأنه الأخوات أكثر من الإخوة اليوم، فإذا كان نبدأ بالأخوات إذا كان في أسئلة جزاكم الله خير. إذا في أسئلة عند أو تفضلي. السلام. بالصعاب. نعم صحيح، يعني الحقيقة أنتم التحدي الأكبر وتربية أبنائنا، والمشكلة أنه تربية الأبناء يعني يتنازعهم جانبين، كل جانب يقدم أفضل ما عنده ليشدهم إليه، والمشكلة ما في تكافؤ بالفرص، يعني الطرف الآخر لديه إمكانيات أكبر، هو صاحب اللغة، هو صاحب السطوة، ونحن للأسف دائما نقدم الأمور بطريقة تقليدية بسيطة جدا حتى ليس لدينا مكان. يعني نحن
اليوم قمنا بفعالية للأطفال، لكن طبعا يعني في كتير مشاكل. يعني الفعالية التي أقمناها يجب أن لا يتجاوز العدد عن 10 فعالية، حتى تؤدي نتيجتها يجب أن تكون لـ10، يكون المكان مهيأ، لكن كان عدد الأطفال كبير جدا، ومع ذلك حاولنا. وأيضا للأسف نحن لا نقدم أفضل، يعني ما نعطي أفضل ما لدينا في تربية أبنائنا. يجب أن يكون هناك جهود ضخمة جدا، على الأقل تكافئ ما يفعله القوم. يعني هم أبناؤنا يعيشون معهم يوميا 7 ساعات 8 ساعات، يجب أن نبذل مقابلها هذا الوقت الكبير، وأيضا نوظف إمكانيات ونركز كثيرا على القيم في تربيتهم بشكل كبير، تربية أبنائنا، ونوجد لهم مجتمع. يعني هذا الحقيقة تحدي كبير جدا، وللأسف النتائج في الغرب نتائج مخيفة. يعني الإحصائيات التي نقرأها في، يعني الحمد لله لدينا الآن نحن احتكاك بالجمعيات أو المسلمين، تجمع المسلمين في الغرب من غرناطة إلى أيسلندا وإلى كندا. يعني لدينا احتكاك مع الجمعيات والمجتمعات الإسلامية، النتائج كأعداد كارثية كارثية بكل معنى الكلمة. لكن هذا لا يمنع وجود حالات استثنائية. الحمد لله في شباب من الجيل الثاني والثالث والرابع ملتزمين ويحملون هم الدعوة. إذن هناك إمكانية لفعل شيء، هناك يعني ما واحد ييأس، ممكن أن نفعل شيء. لكن الذين فعلوا كيف فعلوا؟ فعلوا، بذلوا الكثير من وقتهم وجهدهم وتربيتهم ومحاولات، وإلا يعني النتائج كما قلت لكم غير مبشرة أبدا. وللأسف في بعض النتائج، يعني ما نخيفكم، في أطفال جنحوا إلى الإلحاد، إلى الانحلال، إلى يعني، وأنا أحدثكم عشرات الصور في ذهني، إلى المخدرات. يعني رأينا كوارث كوارث كبيرة جدا. وفي بالمقابل الشباب اللي أريتكم صورهم بالأمس، يعني يحملون هم الدعوة وينشرون الدعوة ويساهمون في، فموجود هذا وموجود هذا، لكن الأعداد كارثية ومخيفة. وطبعا يعني يجب أن نبذل كل ما نستطيع، وخاصة يعني أنتم في مجتمعات، يعني أكاد أقول وسط أوروبا أرحم من شمال أوروبا. يعني الدول الإسكندنافية تتعامل بحساسية مفرطة في بين الآباء والأبناء، إلى درجة أنه ممكن يسحبوا الأبناء. يعني رأينا نماذج كثيرة في الدول الإسكندنافية لهذا الموضوع، مو بها الحساسية. يعني في النرويج، يعني مجرد الاحتكاك اللفظي سبب كافي لسحب الطفل، احتكاك لفظي مش احتكاك جسدي. يعني بجنوب أوروبا لا، يختلف شوي الموضوع. بشمال أوروبا لو كلمة يعني معينة تكررت بطريقة ما تكون سبب لأخذ الطفل. ولما ياخذوا الطفل بياخذوا الاطفال الاخرين، يعني بياخذوا بالجمله. يعني كارثه كارثه كل معنى الكلمه كارثه. يعني راينا بالنرويج نماذج، يعني بالنرويج وبالسويد، وكوارث يعني. لكن اما اقول اخيفكم، قلت ايضا في صوره اخرى في شباب والله لا يعرفون اللغه العربيه ويتصدرون للدعوه، لكن نوادر. يعني الحق يقال. طبعا ما نقول هذا الكلام من باب التيئيس، ولكن من باب أن نبذل، نعطي من أوقاتنا، نعطي من جهودنا، نغير الوسائل إخواني، نغير الوسائل. يعني الطريقة اللي نحن نربي بها أبنائنا، الطريقة التقليدية، هي طريقة خاطئة. أنت تعيش في مجتمع يوظف كل إمكانياته ليسحب أبنائك،
ويربيهم على طريق أخرى. فما نريد نأخذ وقت في الموضوع. أنا قلت يعني موضوع تعليم السيرة للأطفال نحن لدينا اجتهاد به، اشتغلنا 7 سنوات في هذا الموضوع ونحاول أن نقدم شيء. يعني اليوم أعطينا نموذج صغير جدا، يعني هو استخدام الحواس السمعية واللفظية والبصرية كل التفاعلية لإدخال موضوع ما. فهذه تجربة، لكن إن شاء الله يعني إن صار مجال مرة أخرى لعلنا نتحدث بهذا الموضوع بالتفصيل. لكن لا تتصوروا الموضوع بسيط، يعني قلت لكم الإحصائيات الموجودة، يعني كثير من المساجد عندهم إحصائية أنه اللي مروا على المسجد بالمئات، لكن بعد سن 14 لا تجدي أحدا منهم، كلهم ذابوا. فهذه طبعا كارثة، نسأل الله العافية. ويعني للأسف إن شاء الله لو صار مجال نتكلم بأسس تربوية أكثر إن شاء الله. تفضل. طبعا نحن نعم، يعني هنا أمهات المؤمنين سنعرضها عليكم، وفي مجلد أمهات المؤمنين يوجد كتاب كامل، كتاب، وقلت لكم الكتب التي نقدمها كتب علمية موثقة بأدلة تفصيلية ولها لوحة، يعني هذه هنا لوحة كاملة عن أمهات المؤمنين نتحدث من خلالها بدراسة وإحصائيات دقيقة، نبين هذا الموضوع على وجه التفصيل. فإن شاء الله نعطيكم، والمادة كلها ستعطى لكم، يعني نحن قلنا كل الذين سجلوا في الدورة سيعطون المادة. وطبعا لما نقول نعطي المادة، لأنه يعني نحن نعطيها لأي إنسان، لكن ليعطى المادة ولا يعرف كيف يستخدمها لن يستفيد منها. فأحد أهداف الدورة أننا نعرف نتعامل مع المادة العلمية بطريقة أو بأخرى. فإن شاء الله يعني نعطيكم المادة كاملة إن شاء الله. لكن لو في أسئلة بالنقاط التي عرضت تفضلي. نعم، لكن هو الحقيقة يعني موضوع تحويل القبلة وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، و بقي فترة يصلي إلى بيت المقدس، وطبعا هذه قضية يثيرها أعداء الإسلام، أنه لماذا صار تحويل القبلة؟ وطبعا تحويل القبلة هو عودة إلى الأصل، لأن إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، فكان تحويل القبلة هي حالة استثنائية، صلاة إلى بيت المقدس حالة استثنائية. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي بمكة كان يصلي بين الحجر الأسود والركن اليماني، اللي بيعرفوا الكعبة بيفهموا ماذا أقصد، أي أنه كان يصلي إلى الشمال ولكن يضع بينه وبين ذلك الكعبة، فكان يصلي كأنما يصلي إلى الكعبة، قبلتين بأن واحد عليه الصلاة والسلام، كان هناك يصلي دائما صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما انتقل إلى المدينة هي محاولة لاستمالة أهل الكتاب بنص الآية القرآنية. الله سبحانه وتعالى لما نزلت من قول الله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم ويبقى السفهاء يقولون ذلك، يعني القرآن لما يقرر حقيقة تبقى، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، معنى ذلك أنه كان يريد أن يستميل قلوبهم عدم إثارتهم صلى الله عليه وسلم. فالقرآن قرر ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك. فكان الحقيقة التحويل القبلة هو نوع من أنواع الصراع، لكن حسمه الله سبحانه وتعالى وبيّن لنا أنه لكل وجهة هو موليها، وجهتنا واضحة وأمتنا لها شخصية. وهذه القضية مهمة جدا في المجتمعات المتعددة، يعني مجتمع المدينة كان مجتمع متعدد،
ولذلك كان في سورة البقرة تبين لنا الحوار مع اليهود، وسورة آل عمران تبين لنا الحوار مع النصارى. ولذلك دائما المسلم يجب أن لا تغيب عنه السورتين الذي يعيش في الغرب، لأنه تمكن قلبه في التعامل مع هؤلاء وهؤلاء. دائما تقرأ هاتين السورتين لأنها تعطيك محددات، كما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضحة إن شاء الله؟ تفضل أستاذ. معذرة، أخذنا 4 أسئلة من الأخوات، تفضل. رائع جدا هذا السؤال. نعم نعم نعم، يعني لا، هناك تطبيقات كثيرة، منها مثلا لما زنت منهم امرأة وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنه المرجعية إليه، هو الضامن. فقال: ما تجدون في كتبكم؟ ما قال: في شريعتنا. والحديث في البخاري، الرواية في البخاري شهيرة. وقلت أنا النص الآية القرآنية: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. فالله سبحانه وتعالى أعطاهم استقلالية. فلما جاءوا وزنت منهم امرأة محصنة، قال: ما تجدون في كتبكم؟ فحرفوا الحكم. فعبد الله بن سلام، وكان من أحبارهم الذين أسلموا ويعرف التوراة، قال: إنكم قوم بهت كذابين أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووضعوا يدهم على الآية التي فيها العبرانية، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يقرأ لا عربية ولا عبرانية. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، حسمه القرآن. لأن هذه القضية أيضا من القضايا اللي يثيرها بعض الناس في قضية أمية النبي صلى الله عليه وسلم، ويحاولون أن يدافعوا عنه أنه يقرأ ويكتب ويعرف اللغات. لهذا غير صحيح، القرآن حسمها. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون. يعني لو كنت تتلو وتقرأ لارتاب الناس، لكن النبي الأمي، إن الله سبحانه وتعالى علمه. وهذا أمر إن شاء الله نتحدث عنه إن كان هناك وقت في صحيح في صلح الحديبية. فكان يتحاكم إلى شريعتهم عليه الصلاة والسلام. وطبعا هذه قضية التعامل مع اليهود في المدينة من القضايا الخطيرة اللي يثيرها أعداء الإسلام، ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم طردهم من المدينة لأنهم أهل الكتاب. هذا غير صحيح، وطرد من نقض العهد. وأما القبائل التي لم تنقض العهد فبقيت في المدينة. ولذلك في البخاري مات ودرعه مرهونة عند يهودي في البخاري. طيب من أين جاءوا هؤلاء؟ هو القبائل الثلاثة اللي نقضت العهد أخرجها من المدينة بموجب شريعتهم، لكن من لم ينقض العهد بقي في المدينة، مثل يهود بني عوف ويهود بني النجار ويهود بني الحارث ويهود بني، كلهم بقوا في المدينة، بل بقوا إلى عهد عمر رضي الله عنه، لما كان أحدهم يجمع الجزية. لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في جزية، النبي صلى الله عليه وسلم ما وضع عليهم الجزية طيلة حياته. في عهد عمر، لأنه صار هناك أجناد مجندة، صار في جنود، فكانوا يدفعون ربع دينار في السنة، يعني مقابل أنهم لا يدخلون لا يقومون بالمشاركة في الجيش. طبعا هذا اجتهاد بن عمر وألغاها فيما بعد. بينما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هناك جزية. فكانت القبائل كان يتحاكموا بموجب شريعتهم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على طلبهم. وهذه نقطة مهمة. والنقطة الثانية المهمة أنه لم يخرج إلا من نقض العهد منهم. تفضل. طبعا التوراة كانت لديهم موجود في ذلك الوقت، في تحريف بنص الآية القرآنية: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فكان في تحريف. نعم. يعني بالنسبة للنصارى الأمر يختلف بالنسبة لليهود. يعني النصارى كان عندهم تحريف واضح في كتبهم، لكن اليهود يعني كانت نصوص التوراة التي لديهم
تختلف عن النصارى، حرفوا كثيرا، اليهود حافظوا على شريعتهم أكثر من النصارى، لكن كانوا بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤولون ويغيرون ويبدلون في التأويل وفي فهم الكتاب وفق أهوائهم، وإلا كان النص موجود. نعم، تفضلوا. نعم، وأشرنا إلى ذلك البارحة، يعني قلنا أن كانوا هم الذين أثاروا الأوس والخزرج إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه نقطة مهمة. مكة والمدينة لم يكن فيها وجود نصراني واضح، يعني كان أهل الكتاب المقصودين هنا غالبا اليهود، ولعل احتكاك المسلمين بالنصارى جاء متأخرا بنصارى نجران وما يتبعوها بفترة متأخرة، وسورة آل عمران لما نزلت تحاورهم لما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلبانهم وبلباسهم لكن منطقة بعيدة كانت عن، يعني كانوا في مناطق القريبة من الروم، احتكاكهم بمناطق قريبة من بلاد الشام، وهؤلاء جاءوا بفترة متأخرة ولم يأتوا في السنوات الأولى. ووجدنا بعض أهل مكة وبعض أهل المدينة على الحنيفية، يعني إذن هنا لما ندرس نحن الحالة الدينية الموجودة في مكة والمدينة نحن أمام عدة اتجاهات، يوجد الوثنيين ويوجد اليهود ويوجد أتباع الحنيفية، رهبنة حنيفية، لكن لم تكن تيار وإنما أفراد، يعني مثل ورقة ومثل بعض أهل المدينة، مثل كانوا مترهبين لكن ما كانوا أصحاب تيار، أما كأهل الكتاب وفرقة كبيرة فهي اليهود. تفضل. مفهوم. نعم، لا يعني طبعا هذه قضية أنهم كانوا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه حسمها القرآن الكريم، يعني يعرفونه كما يعرفون أبناءه، لكن الكبر، وطبعا حيي بن أخطب أحد أسباب إسلام صفية رضي الله عنها أنها سمعت الحوار بين والدها وعمها، والحوار كان يسأله أنه هو هذا نبي، قال نعم نبي، قال لماذا لا نتبعه، قال عداوته مدى الدهر، احنا خلاص يعني. طيب ونفس الشيء قريش كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ يعرفونه. الوليد، بس أجيب السؤال، نعم، يعني الوليد لما كان سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن له إن أوله مغدق وآخره مثمر، له حلاوة وعليه طلاوة، قالوا صبأت، فقال إن هو إلا سحر يؤثر، إن هو إلا قول البشر، ما من أحد نزل به قرآن من أهل مكة مثل ما نزل بالوليد، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا إلى. نعم، تفضل. نعم، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغير. طيب في بالقرآن الكريم 22 آية في ملك اليمين، والآن لا يوجد ملك يمين، نعم نعم طبعا هنا القضية، في عندنا نحن في الشرع الأحكام نوعين، في أحكام
تبليغية، يعني الله سبحانه وتعالى أمر رسوله أن يطبقها وينفذها، مثل الصلاة والصيام والحج والزكاة. هذه قضايا لا بد من تنفيذها، تحريم الخمر، تحريم الخنزير، هذه قضايا. وهناك أحكام تركت للسياسة الشرعية كأحكام دول، علاقات تخضع للمصالح، مصالح المسلمين ومصالح المجتمع، فكان بالخيار في تطبيقها. مثل قضية الأسرى، قضية الأسرى فيها 5 أحكام، ومثلا مثل قضية الرق، الرقيق مذكور، ملك اليمين مذكور، لكن الآن انتهت، لأن الإسلام ورث واقعا، كان العرب يعرفون ذلك في الجاهلية، وورث واقع شديد. يعني كان قضية مثلا التعامل مع النساء، كان الزواج مفتوح، ما كان محدد، كانت المرأة لا تملك شخصيتها، ما لها حق. الإسلام أعطاها حق البيعة، أعطاها حق التملك، أعطاها حق العمل، أعطاها كل الحقوق. لكن كيف تنقل المجتمع؟ لأن أنت أمامك مجتمع متجذر آلاف السنين بعادات وتقاليد، كيف تنقله؟ فكان لابد من التدرج. هذا التدرج جعل قضايا كثيرة في المجتمع الصحابة يعانون منها. يعني أنتم الآن هل تتصور أحد الصحابة سكران مثلا؟ تتصوره؟ ما تتصوره. طيب كيف كانوا يصلوا سكارى؟ لكن كيف ينقلهم المجتمع الشرع من مجتمع يشرب الخمر كما يشرب الماء إلى التحريم؟ فمر بعدة مراحل، وهي مراحل مشهورة. نفس الشيء قضية الرق، نفس الشيء قضية التعامل مع الأحكام الكثيرة، منها الجزية، ومنها كانت كلها أحكام موجودة، فالإسلام تدرج بها إلى أن ألغاها، ولكن تحولت إلى قضية مصالح مرسلة للإمام، له حق أن يوقفها، وله حق أن هذه تخضع لمصلحة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم، التطبيق الحقيقي للإسلام هو تطبيق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أخذ منهم الجزية طيلة حياته عليه الصلاة والسلام، وقلنا الجزية كانت مقابل مشاركتهم في بناء المجتمع. لكن لدينا صحيفة المدينة التي ارتقى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بالتعامل مع أهل الكتاب، إلى حد أنه الإعطاء الاستقلالية والمشاركة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله الدراسات اللي وضعناها عندكم هنا عدة كتب تستفيدون منها في هذا المجال إن شاء الله. بس ما أخذ الجزية الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، طبعا موجود، يعني في كتاب كامل وتعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع أعدائه بهذا العنوان. وهذا الكتاب ألفه الدكتور بدر الماس، وطبع في أيضا في الكويت، ولحظة احتمال يكون هنا موجود في المادة العلمية. تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أعدائه، وكلمة الأعداء هو لم يقصد فيها بينه وبينهم عداوة، وإنما مع غير المسلمين، سواء كانوا من الكافرين أو المنافقين، يعني مع اليهود والنصارى والمنافقين والوثنيين. بدر الماس، دكتور بدر الماس. نعم.
نعم، يعني طبعا هذه قضية في بتعامله مع أهل الكتاب، هو أحكام أهل الكتاب وليست أحكامنا. هذا طبعا بيعتبروه كثير من أهل العلم حكم تعزيري، يعني وليس حكم شرعي، يعني حكم من مما ورثناه من أهل الكتاب في كثير من الأحكام، مما كانت عليها الكتب الأخرى أو عادات العرب فكان موجود. لكن مثل حكم الردة مثلا، حكم الردة أيضا حكم تعزيري، يعني لا، القرآن الكريم ما في. نعم، ونفس الشيء الردة، نفس الشيء الردة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم على أحد حكم الردة، يعني حكم الردة خاص بالمحاربين الذين يخرجون عن الدولة، وهذا بكل الدنيا موجود الآن. لو واحد هنا في النمسا شال الرشاش وقال أنا بدي أعلن دولة مستقلة، أنا بدي أنفصل، بدي أهدم الدولة، فهذا طبعا يعتبر محارب، فاعتبر أنه خروج عن الأمة، فاعتبر هذا الحكم. وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير ارتدوا، ما حكم عليهم بالقتل، حتى يعني الأحكام التي صدرت عن أبي بكر هي أحكام رضي الله عنه خروج عن الدولة، يعني أنهم أرادوا أن يمزقوا الدولة فجيشوا الجيوش فخرج يحاربهم. يعني هذا طبعا أيضا حكم تعزيري، هذه كلها أحكام تعزيرية وليست أحكام نصية، يعني لم ترد. معنى تعزيري أن الحكم يتغير بتغير الزمان والمكان، اجتهاد الحاكم. نعم، هذا له الحق أن يجتهد، وله الحق أن يوقف الحكم، وله الحق أن يمضي. نعم، يعني ما هي أحكام، أنا هنا ذكرت لما سألني في نوعين من الأحكام، أحكام قطعية وأحكام قابلة للاجتهاد. نعم نعم، وأحكام غير قابلة للاجتهاد، يعني مثل ما ذكرت تحريم الخمر، تحريم هذا مهما تغير الزمان والمكان لا يتغير. الله يحفظك. طيب تفضلي. طبعا نحن نتحدث هنا الآن عن فترة حوالي 10 سنين. نعم، يعني طبعا بقي العدد المسلمين في المدينة إلى السنة السادسة لم يكونوا أغلبية، إلى السنة السادسة من الهجرة. نعم، من السنة أي نعم، يعني حتى بيعة العقد، حتى صلح الحديبية عدد المسلمين 1400 كما ورد في رواية البخاري، وبعد صلح الحديبية بدأت مرحلة الآلاف. إنا فتحنا، هنا بدأ الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فبدأ صلح الحديبية، لذلك كان فتحا. بعده بدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا، صرنا نرى الآلاف، لكن حتى صلح الحديبية كان عدد المسلمين كما ورد في رواية البخاري الذين نزل فيهم قول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة هم 1400 أهل المهاجرين وأنصار والقبائل. طيب تفضل. انتهينا الأسئلة، خلاص الآن سندخل في الموضوع بإذن الله. نحن أخذنا أسئلة كثير الآن. طيب، نحن قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نزل تحويل القبلة نقلوا هنا صفين من الأعمدة إلى جهة القبلة، وتركوا هذا المكان لفقراء المسلمين. وهنا سندرس الآن كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم هذه المشكلة في المجتمع المدني، مشكلة الفقر، وكيف حلها، وما هي الأولويات أو الأسس التي اعتنى بها النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الإنسان ليقدم لنا نموذجا حقيقيا نفهم من خلاله ماذا يحتاج الإنسان ليتحول
من أدنى مراحل الحياة التي لا يملك فيها الطعام والشراب، فيصل إلى درجة المبدع في الحياة ويصبح من العظماء. فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم من أوائل الأشياء التي فعلها أنه وضع أهل الصفة، وهم مكان الذي خصصه للفقراء، قريبا منه، قريبا من بيته، وهذه بحد ذاتها مكانة عالية خصهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا كان من الممكن أن يضع لهم بيتا في أطراف المدينة يسكنهم فيه صلى الله عليه وسلم. فوضعهم هنا قريبا منه عليه الصلاة والسلام ليقدم لنا هذا النموذج. والصفة هي ظلة وضعت في آخر المسجد، جعلها النبي صلى الله عليه وسلم مكانا لفقراء الصحابة، وهم من المهاجرين والأنصار. لم يكونوا فقط من المهاجرين، وجدنا من الأنصار أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان منهم، وأيضا وجدنا بعض الصحابة عندهم بيوت، تركوا بيوتهم وجاءوا إلى هنا ليكونوا قريبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ابن عمر رضي الله عنه. ابن عمر بالاتفاق هو من أهل الصفة رضي الله عنهم، رغم أن والده عنده بيتين رضي الله عنه عمر، ومع ذلك ترك بيتي والده وجاء يعيش مع أهل الصفة. وابن عمر فتى، كان عمره لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مدينة 11 سنة تقريبا، وعاش معهم رضي الله عنه. فكيف اعتنى بهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ضمن لهم الطعام والشراب والسكن واللباس، فوضع نظام دقيق عليه الصلاة والسلام، ضمن لهم هذه الأمور بكرامة صلى الله عليه وسلم. والطعام أنه عليه الصلاة والسلام طلب من كل بستان من بساتين المدينة أن يهدي قنوا من تمر لفقراء المسلمين. ما المقصود في القنو؟ القنو هو الغصن الكبير الذي ينزل من الشجرة ويتفرع منه فروع كثيرة جدا. القنو قد يكون وزنه 50 كيلو 60 كيلو تقريبا. فلما أحضرت القنا من بساتين المدينة، علق هنا حبل في بين السواري، وعلقت هذه القنا، فخرج صلى الله عليه وسلم يتفقد هذا التمر، فوجده تمرا جيدا، إلا واحدا وجده تمرا رديئا، فقال: من أحضر هذا؟ فقالوا: أحضره فلان. فذكر، فسكت صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلى آخر الآية. فذم من أحضر تمرا رديئا لفقراء المسلمين، معنى الفقير يحتاج أجود ما لديك من المال، ويجب أن تعتني بذلك. وتعرفون الرواية الشهيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر التمر وضع عليه حارسا أبا هريرة، ولما كثر التمر أكثر من ذلك أخذ مستودعا مخزنا خارج المسجد ووضع عليه قيما، أي مشرفا، معاذ رضي الله عنه، وكان يعطي كل اثنين منهم مدا من تمر، يعني المد قبضة لكل اثنين كل يوم، يعني حوالي 454 جرام لكل اثنين، يعني يوميا تقريبا 227 جرام لكل واحد منهم. فضمن لهم الطعام والشراب واللباس والسكن بكرامة، فما كان بحاجة إلى جمع الأموال صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان ما يأتيه من الهدايا يعطيه إياهم، ما يأتيه من الضيافة وخمس الخمس. فإذا هناك كان موارد واضحة تضمن لهم
كفايتهم. لكن هل هذا فقط الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل الفقير يحتاج إلى هذه الأمر، إلى هذه الأمور ليعيش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم الآن يريد أن يقدم لنا نموذجا كيف يصنع من هؤلاء عظماء، فبدأ يعتني بهم بالعلم عليه الصلاة والسلام، وكان يحرص على ذلك يوميا صلى الله عليه وسلم بأكثر من 6 ساعات حصص يومية يعطيها لهؤلاء. ووردت لنا روايات تفصيلية، وخاصة بعد صلاة الفجر وبعد الشروق، كان عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة وبعد أن تشرق الشمس كان يدخل حجرته فيتفقد أهله، وإن وجد طعاما أكل، فإن لم يجد طعاما نوى الصيام، ثم يخرج فيسند ظهره إلى الجدار الشرقي، هذا الجدار، فيأتي أهل الصفة فيجلسون معه فيعلمهم ويزكيهم إلى أن ترمض الفصال. هذا أطول مجلس، حوالي 4 ساعات ونصف تقريبا. فكل يوم كان هذا المجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هناك مجالس بعد صلاة الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، ولم يكن يجلس بعد العشاء. هذا المجلس وهذا التربية أثمرت ثمار عالية جدا في عدد قليل من الصحابة، أعدادهم كانت لا تقل عن 30 بالوقت الواحد ولا تزيد عن 70 في الوقت الواحد، يعني بين 30 والـ70، وأعدادهم متغيرة. فمن جاء إلى أهل الصفة ووجد مأوى أو عملا أو مسكنا أو شيء، ترك أهل الصفة وترك المجال لغيره، فأعدادهم لا تقل عن 30 ولا تزيد عن الـ70، وأعدادهم كلهم حوالي 120. وهذا العدد القليل بهذه العناية من رسول الله صلى الله عليه وسلم حولهم إلى أعلم الصحابة في 4 علوم. ولذلك نعرف هنا أعلم الصحابة بالحديث أبو هريرة رضي الله عنه، روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 5374 حديث. وسنقف وقفة عند روايات أبي هريرة لنرد على الشبه التي يثيرها أعداء الإسلام. وأيضا هنا ابن عمر رضي الله عنه رغم أنه فتى روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2630 حديث، وكان من أعلم الصحابة بالفقه، المذاهب الأربعة شيخهم ابن عمر رضي الله عنه. وابن مسعود رضي الله عنه إمام أهل التفسير، هو وابن عباس رضي الله عنهما، وهو من أهل الصفة، وإماما أهل السلوك أبو سعيد الخدري وأبو الدرداء. فإذا هنا لدينا 4 علوم ترجع في أهل الصفة: الحديث والفقه والتفسير والسلوك، كلهم يرجعون في أهل الصفة. فهنا نجد بتربية رسول الله صلى الله عليه وسلم تحول هؤلاء من فقراء إلى علماء إلى عظماء تحتاجهم الأمة جميعا. وجمعنا الروايات التي رووها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على قلة عددهم، يعني هم شريحة صغيرة جدا في المجتمع، عددهم لا يمثل يعني جزء يسير من الصحابة رضوان الله عليهم الذين حضروا حجة الوداع بعشرات الآلاف، ولكن هؤلاء عددهم أقل من 100، ومع ذلك رووا 40% من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، 12473 رواية، مما يدل على أن العلم هو أساس الإنسان، وهو الذي يحتاجه الفقير أكثر من حاجته إلى الطعام والشراب والسكن واللباس، مع أن هذه الأمور يجب أن تضمنها لهذا الإنسان. وإذا أردنا، طبعا بقية الصحابة رضوان الله عليهم رووا 59%، يعني اللي عددهم بعشرات الآلاف، وطبعا علماء الاجتماع يقفون وقفة طويلة عند أهل الصفة ويستنتجون ما هي العوامل التي تصنع الإبداع في بناء الشخصية. الذي يصنع الإبداع هو العلم عندما تضمن الحاجات الأساسية،
ولذلك النظريات التي وجدت في علم الاجتماع الغربي مثل نظرية إبراهام ماسلو وغيرهم، هرم الحاجات لما ذكر الحاجات الخمسة هي شرط لحصول الإبداع، هذه طبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل إبراهام ماسلو ب13 قرن 14 قرن، وبين لنا نموذج عملي عليه الصلاة والسلام. أهل الصفة كان أحدهم ليس عليه متاع يسوى 4 دراهم، ومع ذلك كان الصحابة جميعا بحاجتهم لأنهم تميزوا بالعلم، لكن لم يستطيعوا أن يتعلموا إلا لضمان الحاجات الأساسية لهم التي ضمنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. فهنا يبين لنا صلى الله عليه وسلم أنه من أهم شروط الإبداع في الحياة ضمان الحاجات الأساسية مع التركيز على العلم، فالفقير يحتاج العلم، والعلم هو الذي يصنع الفارق وليست الأمور المادية، الأمور المادية لا تصنع الفارق، وإنما العلم هو الذي يبني الإنسان. وهنا وضعنا لكم روايات كل واحد من أهل الصفة مع علامات قد تستغربونها، تجدون هنا مثلث أسود، مثلث أخضر، مربع، دائرة حمراء، هذه الحقيقة المثلثات والمربعات تدل على فترة دخول كل واحد منهم إلى أهل الصفة، يعني من دخل، من أسلم مبكرا، من أسلم قبل بدر، من أسلم بعد بدر، من أسلم قبل أحد، من أسلم قبل الأحزاب. فلو تتبعت هذه العلامات لاستطعت أن تميز تطور أهل الصفة من الناحية الزمنية، كل واحد تعرف متى دخل أهل الصفة بالضبط، فتستطيع أن تدرس بأنات تطور أهل الصفة بشكل دقيق. وأما الدائرة الحمراء فلمن جاهد منهم واستشهد، وهذا يرد على من يقول أنهم كانوا زهادا لا علاقة لهم بالحياة مع الصحابة، بل كانوا يجاهدون في سبيل الله، والمولى سبحانه وتعالى ذكرهم في مواضع المدح عدة مرات وبين أنهم كانوا يريدون الجهاد ولكن يمنعهم ضيق ذات اليد، بقول الله سبحانه وتعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يعني ما يستطيعون الجهاد لأنه ما كان عندهم نفقات وما كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال يحملهم بها، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وقول الله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وخرجت فيهم، حصلت فيهم معجزات كثيرة، من أهمها معجزة حفظ أبو هريرة للحديث، هذه معجزة. أبو هريرة جاء وشكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في البخاري ومسلم، شكى له سوء حفظه، أنه يسمع الحديث وينسى، فكيف يحفظ؟ فقال له صلى الله عليه وسلم ابسط رداءك، يعني اخلع ثوبك، فبسط رداءه ثم أمره أن يضمه إلى صدره، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال والله ما نسيت بعدها حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن حفظ منكم من حفظ ونسي منكم من نسي. وطبعا روايات أبو هريرة أعداء الإسلام يقفون عندها ويقولون كيف أبو هريرة أسلم في السنة السابعة وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات وروى 5374 حديث، ويبدأوا بيقسمون إياها على الأيام وبيقولوا معنى ذلك أنه هو كل يوم في عنده 5 أحاديث تقريبا. وطبعا بعض الناس شككوا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلاقا من ذلك، لكن هنا وضعنا لكم في المجلد دراسة عن حديث أبي هريرة، فوجدنا أنه رضي الله عنه لم ينفرد إلا ب121 حديثا فقط، والآلاف هذه شارك بها غيره. وهذه نقطة مهمة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقول حديثا كان يسمعه العشرات من الصحابة، ولذلك تجد الآن تجد حديث مثلا يقول لك هذه رواه عائشة ورواه ابن عمر ورواه سعيد الخدري ورواه ابن عمر ورواه ابن مسعود،
عشرات الصحابة رووا الحديث، لكن هذه الرواية من طريق أبي هريرة، هذه الرواية من طريق عائشة، هذه الرواية من طريق ابن مسعود، فهو لم ينفرد إلا ب121 حديث. طيب 4 سنوات لا يحق له ينفرد ب121 حديث، بسيط. فإذا نحن فقط المنفرد، والباقي أخي لا تأخذوا، أن تأخذوا من روايات أخرى. فإذا أبو هريرة لا نستطيع أن نقول عنده ألاف، وإنما نقول انفرد ب121 حديث، والروايات الأخرى شارك بها غيره رضي الله عنه. فوضعنا لكم الروايات التي انفرد بها في المادة العلمية. ابن عمر رضي الله عنه هذا عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات تقريبا منذ أن دخل المدينة، وهو قبل ذلك في مكة، لكن هو هاجر قبل والده وكان فتى، فروايته هو من أصحاب الآلاف، وهم قلة، من أصحاب الآلاف 10 فقط من الصحابة، والباقي هناك صحابة لم يروا حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المعجزات أيضا التي هنا وضعنا لكم 3 معجزات، معجزة قدح الحليب، ومعجزة الثوب، ومعجزة التمر، وهي معجزات مشهورات، ولكن هنا المادة العلمية الموجودة في أهل الصفة، آمل يعني إن شاء الله أن تستفيدوا منها، يوجد كتاب كامل عن أهل الصفة، فيه وصف لمكانهم، لأعدادهم، لنفقاتهم، لمواردهم، لمجالس العلم معهم، ثم تراجمهم واحد واحد، نترجم لهم واحدا واحدا بشكل كامل، تعيش معهم بشكل. وهنا اللوحة اللي عرضت قبل قليل، وهنا فيلم تعليمي، هذا الفيلم فقط لمن يريد أن يتدرب على العرض وليس لعامة الناس، يتدرب على العرض بالضوء والصوت، فيه عرض كامل بالضوء والصوت، نعرض يعني مدة الفيلم تقريبا 7 دقائق، عرض مختصر يعلم من يريد أن يشرح هذه اللوحة بالضوء والصوت حتى يستحضر المادة العلمية بشكل جيد. نأمل أن أكون قدمت الموضوع. نترك 5 دقائق فقط لأسئلة وننتقل إلى موضوع آخر إن شاء الله. كم باقي للصلاة؟ طيب نأخذ 5 دقائق بعدها ننتقل لموضوع آخر. معلش الله يجزيكم الخير، تفضلوا إذا في موضوع بأهل الصفة تفضلوا. طبعا موجود، وأول شيء الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج من النصرانية، وتزوج من يهودية العربية، وتزوج من اليهودية الإسرائيلية عليه الصلاة والسلام، والصحابة نفس الشيء، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أسوتنا وقدوتنا تزوج من النصارى ماريا، وتزوج من جويرية يهودية عربية، وتزوج من الإسرائيلية الأصلية صفية رضي الله عنها. وإن شاء الله نتحدث عن هالموضوع بالتفصيل في بأمهات المؤمنين. موجود هنا المادة العلمية. نحن لا نريد، نحن ذكرت أنا بالأمس من أهم ميزات مشروعنا أنه يعطيك المادة جاهزة موثقة مدروسة مؤصلة، فترجع تجد المصادر، و لا نطلق كلام مرسل. يعني بالأمس أنا ذكرت أنه هذا مشروع جماعي شارك به عدد كبير، تجاوز عددهم حتى الآن 2000 باحث خلال 22 سنة. موضوع واحد فقط هنا، بند واحد هنا بالأمس عرضناه عليكم، اشتغل فيه هذا هو 350 باحث. هذا هنا هذا البرنامج اللي أشير إليه موجود هنا، 350 باحث مدة 5 سنوات، كلف ملايين هذا. وقلت أنه يوجد هنا من أهل النمسا واحد شارك به، اشتغل معنا فترة طويلة، هو الدكتور إياد، اشترك في هذا البرنامج، اشتغل هو يعيش هنا في النمسا وشارك في هذا البرنامج. فهذا الواحد فقط يعني هذا اشتغل فيه 350 باحث، جردوا المكتبة بكاملها المطبوعة والمخطوطة ومجلات وغير مجلات، وكلها أدخلوها في مادة علمية لنؤمن لكم مصادر مريحة من أجل أن لا تبحثوا وتفرغوا فقط للدعوة الإسلامية. تفضل. عفوا أنا
معروف طبعا المكان ومحدد، يعني وهو بعد سادس أسطوانة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محدد المكان معروف تماما، يعني يوثق المكان بشكل معروف. نعم. لا لا طبعا لا. لا الآن أنت هنا دخلت في موضوع تاريخ أهل الصفة، هل بقوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لم يبقوا؟ كان الأصل الذي يجمعهم مع يعني الضرورة بوجودهم هو وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هو حريص عليهم عليه الصلاة والسلام. ولكن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انتشر الصحابة في أرجاء المعمورة، إما للدعوة أو في بعضهم أصبح أغنياء، يعني بعض حالات أهل الصفة، وهذه إن شاء الله بنتحدث عنها لما نصل إلى عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالبيئة، من تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجعل الصحابة يعملون. ولذلك سعد بن أبي وقاص كان من أهل الصفة، وخرج من أهل الصفة وبعد ذلك ترك أهل الصفة وصار عنده بستان وصار عنده سقيا وصار من المنتجين رضي الله عنه، من تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يربي الصحابة بالعمل عليه الصلاة والسلام. هنا سعد بن أبي وقاص كان من أهل الصفة، هذا هو، وبعد ذلك صار عنده السقيا ومكان مشهور وفيه مسجد عمري ونعرف مكانه، وورد روايات في البخاري بهذا الأمر. نعم. فإن شاء الله بالكتاب موجود مكان أهل الصفة وتاريخهم. نعم. إذا ما في أسئلة. من أشهر الصحابة معظمهم من، لا طبعا في غيرهم، مثلا ابن عباس مو من أهل الصفة. نعم. عائشة ليست من أهل الصفة. عبد الله بن عمرو بن العاص ليس من أهل الصفة. علي ليس من أهل الصفة. لكن هؤلاء رضي الله عنهم أيضا من كبار الصحابة، يعني لكن استقلوا جابر ليس من أهل الصفة، جابر بن عبد الله رضي الله عنه أيضا من أصحاب، يعني في طبقتين اعتنى بهم النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، الفقراء والشباب، أولئك من الشباب، طبقة الشباب، كل اللي ذكرتهم شباب، يعني هذه من عناية النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تفضلوا. نعم هو روى. لا هو كل الصحابة عدول، يعني هذه نقطة أيضا، لكن ما كل الصحابة ذاكرتهم قوية، يعني يوجد من الصحابة من لم يروي حديثا واحدا، حديث واحد ما روى، ويوجد من الصحابة مئات من رووا حديث واحد يسموا الوحدان، حديث واحد، ويوجد من الصحابة من روى حديثين، يوجد، يعني ما كل الناس قدراتها عالية. في الآن بواقع حياتنا نحن كثير من الناس يعيش مع والده 60 سنة و70 سنة، تقول له الآن نعطيك نحن الميكروفون وتفضل حدثنا عن والدك ربع ساعة، يقول لك إيش ده حدثك عن والدي، إيش، ما يكاد يذكر لك شيء عن والده. طيب أنت عشت مع والدك 70 سنة 60 سنة، يقول لك ما أذكر شيء، ما عارف إيش كان، ويستجمع ما يعرف شيء. لا لا الصحابة كلهم تقات، لكن هي قدرة حفظية لفظية، وقلت إنه أحد أهم أسباب حفظه هي معجزة، ذاكرة قوية. نعم. ووافق رواياته روايات غيره، طبعا هذا موضوع تخصص كبير، أهل الحديث علم خاص يعرفه من درس الجرح والتعديل وتخريج، واحد كيف له شجرة، يعني لما كنا نخرج قبل عهد الكمبيوتر كنا نرسم شجرة الحديث، نجلس أسبوع كامل ونحن نرسم شجرة الحديث، وتجد بالشجرة سبحان الله، لما ترسم شجرة الحديث تبدأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة، ثم التابعين، ثم تابعي التابعين، وتجد الروعة، وهي يكاد يكون هناك تطابق تام في الألفاظ في رواية الحديث الواحد، ثم تلاحظ بشكل واضح
الخلاف فتقول هذا روى بالمعنى وهذا روى باللفظ، لكن هذا ما يعرفه إلا طلاب العلم وأهل الحديث اللي أفنوا أعمارهم. يعني والله قبل ما يجي الكمبيوتر كنا نجلس أسبوع كامل في رواية واحدة، الآن بلمسة زر تخرج كل شيء. كنا نرسم شجرة الحديث ونبحث عن اللفظ، وتعرف لأن الصحابة رووا الحديث بالمعنى، القرآن اللي رووه باللفظ اللي نقلوه لنا باللفظ، بينما الحديث بالمعنى. ولكن عند جمع الروايات نعرف من روى باللفظ ومن روى بالمعنى، وهذا طبعا ما يعرفه إلا أهل العلم والذين اشتغلوا بهذا التخصص. طيب ننتقل إلى موضوع آخر من أجل الوقت، وهو موضوع كلي، بمعنى أنه موضوع كلي، موضوع يتناول موضوع كبير. إيه معلش، هذا الموضوع مو طويل إن شاء الله، مو طويل. نعم، وإن كان هو كل غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأبين لكم كيف ندرس الغزوات في مشروعنا. وهنا أبين لماذا سمينا المشروع تقديم السيرة النبوية برؤية عصرية وليس بوسائل عصرية. ما الفرق بين الوسائل وبين الرؤية؟ الوسائل هي الأدوات، تقول والله أنا استخدمت الكمبيوتر، استخدمت لوحات، هذه وسائل عصرية. لكن رؤية عصرية أي أنك تبين قضية كيف بنى الإنسان، هذه رؤية عصرية. تبين كيف عالج مشكلة البيئة، هذه رؤية عصرية. كيف حل مشكلة الاقتصاد، هذه رؤية عصرية. لكن لا تنفك عن تقديم السيرة من خلال التركيز على الأحداث، ما ورد في كتاب الله، ما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ورد في الأمور الأخرى، لكن نوظف ذلك لنصل إلى قضايا العصر من خلال سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن الغزوات كلها نقدمها بهذه اللوحة، ونبدأ هنا. كل غزوة من الغزوات لها باركود، هذا الباركود يحدد موقع الغزوة بشكل رقمي دقيق جدا. يعني خرجوا العلماء إلى 27 مكان وحددوا بشكل دقيق مكان كل غزوة من الغزوات. وطبعا كلمة غزوة خطأ، وإنما هي حملة بعوث. ونحن من أكبر الأخطاء التي نفعلها في تقديم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نسميها غزوة، لأنها تفيد معنى الغزو وهي ليست بهذا المعنى كما سأتي إلى البيان. فإذا هنا مكان البعوث، وإن شاء الله سأترك هذه اللوحة أمامكم بحيث تجربون. اللي عنده QR باركود، قارئ باركود، يستطيع من خلاله أن يضع المؤشر هذا البرنامج، فتستطيع أن تضعه ويحولك مباشرة إلى مكان الحدث، فتستطيع عندها أن تذهب إلى هذا المكان دون أن تستعين بأحد، وهو يفيد مكان دقيق جدا في تحديد أماكن هذه البعوث. وأماكن هذه البعوث هنا حددت في هذه اللوحة بناء على التحديد الرقمي وليس على التحديد الفني. يعني الذين اشتغلوا في تصميم هذه اللوحة لم يأتي ليحدد المكان وفق مؤشر فني، وإنما أعطى الإحداثيات للحاسب الآلي، فالحاسب الآلي حوله إلى المكان بشكل دقيق. فهنا وضعت هذه الإحداثيات بشكل علمي، ومعظمها حول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبين أنه كان يحمي المدينة من جموعهم. وهنا وضعنا هذه البعوث بالتسلسل الزمني من أول بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وفاته. وتجدون هنا بعضها حوله دائرة خضراء وبعضها حوله دائرة حمراء. الدائرة الخضراء أي التي انتهت بدون قتال، بالصلح أو الهدنة أو فرار العدو، وعددها 20 من أصل 27. أي الأصل عنده صلى الله عليه وسلم السلم، ما كان يحرص على القتل والقتال. التي حصل فيها قتال 7، وانتبهوا كلمة حصل فيها قتال، التي قاتل فيها صلى الله عليه وسلم 4 فقط في حياته، هي بدر، أحد، لا
الأحزاب حصل قتال لكن ما قاتل عليه الصلاة والسلام. خيبر وحنين أربعة فقط قاتل فيها صلى الله عليه وسلم، ولو وضعنا مجموع الساعات التي قاتل فيها صلى الله عليه وسلم لا تكاد تصل إلى 24 ساعة، لأن بدر هي فلتة من نهار، أحد انتهت قبيل العصر، خيبر عبارة عن عدة حصون، حنين بنص الآية القرآنية ويوم حنين، فما كان وقت طويل. هنا وضعنا عدد الشهداء في كل غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم 111 عد، نعم كل الغزوات. عدد القتلى من المشركين من غير المسلمين 269، فالكل لا يصل إلى 380 تقريبا. بعض أعداء الإسلام يقولون الدافع لهذه البعوث هو الاقتصاد، وهنا حسم المولى سبحانه وتعالى ذلك بنص الآية القرآنية: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. إذن موضوع الرسول صلى الله عليه وسلم الخمس وخمس الخمس. طيب وبقية أربعة الأخماس هذه تعطى للمشاركين للمقاتلين، لأنه ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم رواتب يعطيها للجند، فكان يعطيها من الغنائم إن وجدت غنائم. طيب الغزوات لما فيها غنائم يدفع من جيبه. يعني خرج الصحابة إلى مكان، إلى مثلا هنا غزوة ودان، وهرب الأعداء، طيب فين تجي الغنائم؟ ما في غنائم، فغريم ما دفعه وتقبل الله منه ومنكم، ويرجع ويتحمل نفقه. طيب إذن هنا أربع أخماس، ثلاثة منها لمن عنده فرس، لأنه عنده نفقة، عنده مال، والفرس سعره مبلغ كبير، لو أصيب وقتل فارسه سيغرم مبلغ كبير فيعطي. طيب إذن ما بقي للرسول صلى الله عليه وسلم؟ خمس. الخمس هذا خمسه الله خمس أخماس: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول خمس الخمس، والباقي مقسم. طيب خمس الخمس ما يفعل به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ينفقه في الأمور التي لا يوجد فيها موارد، فما كان يبيت وفي بيته مال. إذن خمس الخمس حتى كان مخمس ينفقه صلى الله عليه وسلم. هنا وضعنا المنح العام للغزوات للبعوث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. في المرحلة المدنية قبل البعثة لا يوجد قتال، المرحلة المكية لا يوجد قتال، المرحلة المدنية عدد الأيام التي قضاها في البعوث كلها عليه الصلاة والسلام 435 يوم. ما مع طيب كيف كلنا أربع غزوات؟ نعم 435 يوم. الطرق يعني كان يخرج حتى يذهب إلى تبوك يحتاج 3 أشهر. يعني تبوك لما ذهب إليها صلى الله عليه وسلم خرج في رجب وما عاد إلا في شوال عليه الصلاة والسلام، 3 أشهر أخذ طريق، لأنه 850 كيلومتر، فإذا الطرق أخذت منه 435 يوم. طيب الأيام التي ثبت أنه قاتل فيها عليه الصلاة والسلام أربع غزوات 7 أيام، لأنه خيبر 3 أيام، حصون عدة حصون، فهذا المنح العام للغزوات أو للبعوث. فإذا السيرة ليست غزوات أو بعوث، وإنما هي شيء آخر، وهذا حجم الغزوات أو البعوث والسرايا في سيرته صلى الله عليه وسلم. وهذا الموضوع يعني هنا أحكي لكم طرفة، نحن أول معرض أقمناه في فرنسا أو في أوروبا كان بفرنسا، فالإخوة الذين كانوا يجرون معنا المفاوضات لإحضار المعرض كان دائما يتصل يقول ما هي الموضوعات اللي بتتحدث عنها، ويعيد دائما. فأنا فهمت عليه، قلت كأنك تريد أنه نستبعد الغزوات. قال لي الله يريحك مثل ما ريحتني، يا ريت، بل لأنه أنا بعرف كنت تجي تحكوا كله غزوات. قلت له يعني إحنا الغزوات لها فقط 3 لوحات من أصل 45 لوحة. فقلت له إن شاء الله لما نأتي أحدثك عن الغزوات، ولا تتهموا رسولكم، اتهموا فهمكم للسيرة. فلما أتينا باريس وجلسوا جلسة مثل كأنها محكمة وعرضنا لهم هذه اللوحة، فقاموا مع العلم أنه هي ليست ترتيبها من أول المعرض، قالوا رجاء تضعوها أول لوحة
ونبدأ بها بعرض السيرة النبوية، ثم ندخل إلى الموضوعات الأخرى. فإذا هذا هو حجم ما حصل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأحداث، وهي لحماية هذا المجتمع الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم. كانت كل القبائل المحيطة به تتهيأ للهجوم والانقضاض عليه. مثل أنت عندك طفل صغير تريد أن تحميه وترى الأعداء تتكالب عليه، فكلما علمت بعدو يجتمع للنيل منه تخرج إليهم، فإن تفرقوا تركهم، وإن صالحوا صالحهم، وإن هادنوه هادنهم. ولذلك لاحظوا هنا معظم الأحداث حول المدينة انتهت بالصلح أو الهدنة أو فرار العدو، ما حصل فيها قتال. أمل أن يكون إن شاء الله الموضوع واضح، وإن شاء الله إذا كان في أسئلة في هذا الموضوع قبل الصلاة. جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم. إذا في أي تفضلوا. ما تعدى يوم واحد يعني. نعم يعني بدر قلنا فلت من نهار، بدر حددوها ساعتين ساعتين ونصف. إيه نعم يعني قالوا فلت من نهار بعدة أدلة، يعني روايات كثيرة جدا تبين. والعرب ما كان من عاداتها الكر والفر، يعني أحد لما حصلت إن شاء الله لما نصل إلى أحد إن وصلنا إليها، غزوة أحد ثلاث جولات، الجولة الأولى انتصروا المسلمين، والجولة الثانية انكشفوا وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم ثابت معه 11، وتحول إلى مكان الجولة الثالثة. مكان الجولة الثالثة هي المناظرة، والرسول صلى الله عليه وسلم أعاد تموضع الصحابة، وجاء أبو سفيان ورأى تموضع الصحابة في أماكن بالسهام فما تقدم يعني، وصار يناظرهم من بعيد، وهربوا المشركون. المشركين لو انتصروا في أحد كان جلسوا، بس هربوا راحوا إلى حمراء الأسد. نعم، وتركوا قتلاهم، يعني المشركين تركوا قتلاهم في بدر في الأرض، وتركوا قتلاهم في أحد في الأرض اللي دفنوهم الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا من إنسانيتهم، ما تركوهم للكلاب يعني، واعتنوا بهم. ولكن قبيل العصر هربوا المشركين من أحد، معنى ذلك فترة قصيرة، لأنه هي ما تجمعوا إلا بعيد الظهر. فلاحظ أنت كمان ما أخذت وقت، يعني العرب ليس من عاداتها أنه لما بيحصل بعد اللقاء شيء أنه يرجعوا يتجمعوا ويبدأوا من جديد، لا بالعكس، كان عندهم تقاليد بيبدأوا بالمبارزة وبيرفعوا أصواتهم، وبعضهم يقول الشعر، وبيحموا بيحموا بيحموا بيحموا، بيلتقوا بعدها بنفضوا خلاص، وبتوعدوا بعد سنة بيرجعوا بتقاتلوا مرة تانية وهكذا. يعني مو مثل الأمم الأخرى جولات وصولات وبيبقوا في أيام يعني عم تقاتل، ولا العرب كلها بهذا الشكل، يوم وانتهينا أو لحظات. خيبر هي اللي أخذت وقت، لأنه خيبر حصون، حصون كان كل حصن عبارة عن قلعة كبيرة، وإن شاء الله بموقعنا على الفيسبوك وضعنا لكم فيلم مصور بالطائرة لبعض الحصون، وهنا هذا موقع الفيسبوك، آمل من يريد يعني إن شاء الله يسجل هنا بالباركود مؤشر ويحوله إلى الموقع، ولابد يطلب حتى نوافق عليه، لأنه مجموعة مغلقة فقط لمن يعتني بالسيرة. ووضعنا فيلم يبين إلى الآن حصن مرحب اللي فتحوه الصحابة رضوان الله عليهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن بارز، ولما تراه يعني آية من آيات الله. في عندنا هنا انترنت ممكن نفتح وين؟ والله بس في فيسبوك هنا؟ أحبك يا رسول الله. نعم. طيب ممكن نفتح أحبك يا رسول الله من هنا؟ أنت مشارك فيها؟ طيب ممكن تشارك فيها وأدخلك ونفتحها من هنا. لا
لا ما صعب تطلع هيك، لا لا، لأنه كتير في مجموعات، بس من صفحتي ممكن انت لا بتستطيع. لا صعبة من هنا، لا لا في كتير مجموعات ما هي بقى شفناها. الحمد لله الحمد لله جوين. طيب يعني الآن سأريكم الحصن. نعم نعم هذا هو. معلش نعيده بس لحظات، كيف نكبر الشاشة شيخ؟ هذه طيب الآن شوفوا الحصن، هذا هو هذا هو ما زال إلى الآن. نعم شايفينه؟ يعني سبحان الله، هذا اللي فتحه علي رضي الله عنه. الحصن ما زال إلى الآن آية من آيات الله. لما ترى بتقول رضي الله عن صحابة رسول الله كم بذلوا، إلى الآن شيء عظيم جدا و رهيب رهيب. يعني الوصول إلى خيبر، الوصول إلى خيبر بالسيارة 172 كيلو المدينة، لكن تصل إلى الحصن ممنوع. يعني الآن نحن باعتبار بعثة علمية مسموح، وبتعرف أنت بالسعودية يعني الطائرة هي تكاد تكون شيء يعني مستحيل. يعني هي قصة طويلة، يعني أولا في العالم العربي، أنت في العالم العربي يعني. لكن هنا إن شاء الله بالموقع نحن وضعنا الحقيقة كتير دراسات، وضعنا كتير أمور، وباعتبار فتحت نعم هنا في نعم يعني هذه المجموعة، فإن شاء الله تفيدكم فيها كتير دراسات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن شاء الله تستفيدون منها. لكن هنا وضعنا أيضا الدراسة اللي نعم هذه وضعنا الدراسة الخاصة بدستور المدينة. موجودة بصفحة هنا، لحظات هنا. نعم. هذا هو الكتاب اللي قلت لكم، دستور المدينة ومقارنته بالدستور الأمريكي والبريطاني، دراسة توثيقية للدكتور حسن محي الدين، وضعنا دراسة كاملة عنه إن شاء الله. طيب إذا في أسئلة بموضوع الغزوات جزاكم الله خير، تفضلي. بالصلح بدون قتال. اللي ما شارك فيها يعني القتال الذي حصل مناوشات، يعني مثلا الأحزاب اللي هي الخندق، الصحابة رضوان الله عليهم ما قاتلوا فيها وما كانوا يريدون القتال، حفروا الخندق، لكن تحداهم اثنين من المشركين ودخلوا، قفزوا بالخندق، عمرو بن ود وعكرمة، وبدأ يطالب من يقاتله. طيب يعني صحيح نحن نبينا نبي الرحمة، لكن أيضا نبي الملحمة، نبي المرحمة ونبي الملحمة، فلم يأذن لأحد أن يقاتله. وجاء علي رضي الله عنه وصعد، كان النبي صلى الله عليه وسلم على قمة، على منطقة، إن شاء الله إن صار وقت شرحنا غزوة الأحزاب، فاستأذن رسول الله فلم يأذن له، وهذاك واقف يتحدى.
وكان يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فرصة للهرب. عكرمة هرب، رجع ونجاه الله وصار مسلما بعدين. لكن عكرمة وقف عمرو بن ود، فجاء علي مرة أخرى ولم يأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء مرة ثالثة فأذن له صلى الله عليه وسلم، فجاءت أمه فاطمة بنت أسد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصارت تطلب أن يدعو له، فصار يدعو له وهو مشرف. وطبعا شوفوا هنا أخلاق المسلمين، اللي دخل عمرو بن ود وحيد والصحابة بالمئات لو تجمعوا عليه لأكلوه، ولكن تركوا له فرصة القتال بشرف واحد مقابل واحد. وجاء علي رضي الله عنه بالحدث المشهور وأراد أن يقاتله، وذاك اعتبر هذا إهانة له أن يأتي ولد يقاتله، يعني وهو عمرو بن ود معروف من هو عمرو ود، قال أنا ما قاتلت أحدا لا في إلا قتلته، وقال علي ما قاتلت أحدا إلا قتلته، أنا أيضا نفس الشيء يعني. قال ما اسمك؟ قال علي بن أبي طالب. قال ارجع فإن لأبيك منزلة عندي، يعني كان كنا أصدقاء فيصعب علي أن أقاتلك. قال لكني أنا أريد أقاتلك. والتحمت الصفوف وثار الغبار، والرسول صلى الله عليه وسلم يدعو، فمن كشف الغبار إلا عن مقتله. فاعتبر الصحابة أو أهل العلم أن هذه الغزوة حصل فيها قتال بسبب المناوشات، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان في حاجة يقاتل لأنه كفاه موضوع. وهكذا في ثلاث غزوات أخرى مناوشات حصلت لكن ما احتاج الرسول صلى الله عليه وسلم للقتال. الأربعة اللي قاتل فيها هي التي التحمت فيها الصفوف وهي الكبرى، والباقي كلها ما حصل فيها قتال. تفضل. السرايا 55، نعم لا ليست كبير. السرايا عندنا هنا دراسة عن السرايا. السرايا لا 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 راح أتحدث عنها، حوالي 50 أيضا. السرايا أنا سأتحدث عنها بطريقة، السرايا عبارة عن دوريات. ما معنى سرية؟ هي الحملة التي يخرجها الرسول صلى الله عليه وسلم لحول المدينة لبعض الصحابة، أحيانا يكون عددهم اثنين. الآن يعني اسم سرية، كل من عقد لهم راية تسمى سرية. الآن لو سألتكم سؤال، حول فيينا كم دورية فيه؟ كم دورية أمنية؟ آلاف. طيب كم كاميرا؟ كم كاميرا؟ كم بوليس سري؟ طيب هل نستطيع نقول والله أهل فيينا إرهابيين لأنه عندهم؟ لا. أنت الآن هنا نحن نتكلم بمنطق الدولة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده مسؤولية فكان يحمي هذه المسؤولية. يعني 50 سرية على 10 سنوات، يعني معناتها بالسنة كم سرية؟ 5. شو يعني 5 سرايا؟ المفروض كل يوم يكون في عشرات السرايا. إيه بس قليل. يعني أنت الآن بمفروض هنا المفروض يوميا يكون عندك سرايا، لأنه مجتمع ومجتمع مكشوف. يعني ما كان في المدينة لا كاميرات ولا دوريات ولا حملات ولا شيء، وربما جاء الأعداء فانقضوا على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت بحاجة كمنطق مسؤولية أن يكون لديك شيء تحمي به المجتمع. فخمسين سرية، وهنا وضعنا لكم الموجود دراسة كاملة عن السرايا وتاريخها وتوثيق كامل لأماكنها، لكن ما تحدثت عنها الحقيقة. نحن ضيق الوقت، يعني الأعمال كبيرة وكل عمل من الأعمال قام به عدد كبير من الباحثين يستحق أن يفرد. فالسرايا هي الدوريات أو الحملات التي كلف الرسول صلى الله عليه وسلم فيها عدد قليل من الصحابة للخروج لقيام بمهمة ما. وأحيانا قلت لكم عدد من 2 يبدأ من 2 إلى 50، لكن ما كان يخرج معها الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يبقى عددها لو وزعت على سنوات الحياة في المدينة يبقى عددها قليلا. تفضل. نعم صحيح، ونحن السبب في ذلك. يعني لو تفتح أنت أي كتاب من كتب السيرة تجد
أنهم يركزون على هذه الأمور. وطبعا هذا سؤال نسأله دائما، لماذا حصل ذلك؟ والسبب أن الأمة في ذلك في تلك الفترة هي كانت فترة صراع مع الإمبراطوريات السياسية الكبرى التي جاءت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنت لو تدرس نشوء المجتمع المسلم، هو مثل طفل صغير بجانب عمالقة. يعني المجتمع المسلم في مكة والمدينة لو تقارنه بعظمة الفرس والروم كان لا شيء، لا شيء من ناحية القوة المادية. واللي يدرس يعني تطور نشوء حياة المسلمين بجانب الأمم الأخرى يقول مستحيل هذا الكلام، يعني من هؤلاء بجانب هؤلاء؟ ولذلك يعني لما أنت تدرس تطور هذا الأمر تلاحظ تماما الحالة التي كان عليها الصحابة رضوان الله عليهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف تحول الأمر بالقوة المادية بأسرع تغيير عرفته البشرية. يعني ما في أسرع من هذا التغيير. فبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا بحاجة إلى شيء يشحنهم، ولذلك ركز العلماء على هذه الأمور لمواجهة الأمم العملاقة اللي واجهت المسلمين في تلك الفترة. فنشأت الحاجة إلى التأليف كثيرا في الغزوات والسرايا بهذا الجانب، صار تركيز عليها بشكل كبير لشحن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين يعني القيام بهذه المهمة الكبيرة في تلك الفترة. وإلا عندما تدرس السيرة كدراسات إحصائية لا تجد أن البعوث والسرايا كانت تأخذ إلا حجم قليل من أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما في أسئلة تفضلوا. مية وحد عشر. لا كلها. هنا لاحظ كلها، هنا كلها. يعني بدر 14. لاحظ هنا أخي. بدر 14. أحد 70. الخندق 2. بني المصطلق 2، خيبر 19، حنين 4. لا ما تبوك ما حصل قتال. تبوك فقط ذهب للردع عليه الصلاة والسلام. ما حصل قتال. طبعا هنا لأنه بيعتبروا أنه اللي قتلوا بطريقة، يعني في هنا في لهم كان تفسير، يعني حتى قضية قتل بني قريظة بيعتبروها محكمة ما لها علاقة في هذا الموضوع، سنتحدث عنها تفصيل إن شاء الله. يعني هذه وقفنا عندها طويلا وكان لهم وجهة نظر أنه لا تذكر لأنه هي عبارة عن محكمة أو صراع له أحكامه الخاصة، وهم على كل عدد أيضا. يعني بعضهم يوصل كل اللي قتلوا ما بطلعوا ستة في الصراع بهذه، لكن اعتبروها لها تفسير آخر بغزوة الأحزاب. يعني لا لم تكن حالة قتال. نعم. يعني حتى نعم كان قتل ثلاثة، يعني عدد من الصحابة، لكن مؤتة أيضا بيعتبروها سرية، فحتى هذه قضية هنا يعني وقفنا عندها وقفة طويلة لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فيها، لكن ذكرت هنا باعتبار يعني النبي صلى الله عليه وسلم شارك في تخطيطها ومتابعتها والأحداث الخاصة بها. نعم. طيب في شيء سؤال في الموضوع؟ جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم، تفضلوا. صحيح. نحن بس أحيطك علم فقط، الدرون يحتاج إلى موافقة أمنية. نعم. يعني
ما يعني من فترة قريبة حتى طالعوا تعليمات خاصة به، لكن بشكل عام الدرون ممنوع في السعودية، يعني بشكل عام حتى الدرون الشخصي. يعني ممنوع الدرون. نعم. هو ممنوع، انا ابني اللي بيلعب فيا بيبعتوا لي فضلا على الايميل انت في منطقه مش متصور، اماكن جدا محدوده جدا محدوده مسموح فيها تبعيه اللاب، يعني مو حتى في هولندا فضلا في كل اوروبا مو بس هنا كله الا الامن حدا. لكن لا، يعني نحن الحقيقه المشروع في عنده امكانيه الحصول على استثناءات الاذن، يعني بس بتطول كثير كثير بتطول، يعني حتى تبدا طبعا. حتى معلش هي قضايا ما لها علاقة بالعمل، حتى عام 2009 كانت الأمور في دعم يعني، وكنا مع ذلك لما بدنا ناخذ موافقة تجلس 3 شهور 4 شهور لما كان في دعم. الآن ممكن يجلس سنتين وثلاث سنوات حتى يجي الجواب، يعني في أي مشروع أو أي عمل. يعني نعم نعم إن شاء الله. الله يجزيكم خير. نتابع بعد الصلاة إن شاء الله، بعد صلاة العصر. تفضلي. طبعا قضية الحديث عن بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة وعن بقية بطون اليهود، كان عددهم في المدينة حوالي 4500، حتى بقوا وحتى عهد عمر. اللي هجروا بني قينقاع بني النضير بني قريظة، يعني هؤلاء حوالي 2500 تقريبا. لكن نعم، لو كنت معنا عندما تحدثنا عن صحيفة المدينة. نعم، هذه طبعا صحيفة المدينة هي التي توضح العلاقة بين المسلمين وبين أهل الكتاب، وصحيفة المدينة تبين أنهم هم طلبوا أن يتحاكموا إلى شريعتهم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن ذكر ذلك، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، واتفقوا على أن يكون الضامن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فحاكمهم بشريعتهم وليس بشريعتنا. طبعا موجودة هنا إن شاء الله، موجودة نعم بالمادة العلمية. نعم إن شاء الله. نعم، الله يجزيكم الخير.